نجدد تحية لحضراتكم مرة تانية ونروح لأخبار الناشئين في الصحف والمواقع. يعني منذ ساعات قليلة انتهت مباراة شباب الأهلي أمام شباب مصر المقصة بفوز كبير للنادي الأهلي 3-0. المباراة كانت في ملاعب الناشئين بمدينة نصر. ما شاء الله فريق شباب النادي الأهلي بيرفع رصيده 30 نقطة، يواصل الانفراد بالمركز الأول في جدول الترتيب. أحرز أهداف النادي الأهلي اللاعب عبد الرحمن أشرف واللاعب محمد فخري واللاعب محمد شكري. محمد فخري ومحمد شكري ما شاء الله بيعيشوا يعني مستوى فني عالي، وكمان كان خلال الأسبوع اللي فات تم تصعيد مجموعة من شباب لاعبي الأهلي إلى تدريبات الفريق الأول. لاعب محمد فخري اللي بقدم زي ما بقول لحضراتكم مستوى رائع، كان انتقل من غزل المحلة السنة اللي فاتت للنادي الأهلي، واللاعب عربي بدر اللي دايما بيتصعد للفريق الأول، ودي صولة صالح نصر. يعني كان إصابة خفيفة كده في الكاحل في مباراة الأهلي ومصر المقصر، لكن الحمد لله سليمة، يعني أيام بسيطة ويكون موجود تاني. وده اللاعب محمد شكري اللي تم أيضا يعني تصعيده. عندنا فارس طارق، وعندنا عبد الرحمن أشرف مدافع، وعندنا رمضان مصطفى حارس المرمى، وطبعا مصطفى شوبير موجود كمان مع الفريق الأول يعني من فترة كبيرة. كان ما شاء الله شباب النادي الأهلي، عشان كده فايلر يعني طلب تصعيد مجموعة من شباب النادي الأهلي خلال